نبدأ معاكم أولى فقرات برنامج التاسعة بخبر هام جدا، خبر متعلق بقناة السويس. هذه القناة ليست فقط مجرد أهم مجرى ملاحي في العالم، ولكنها بالنسبة لنا إحنا هي تجري في وجدان المصريين، محملة بذكريات تضحيات أجدادهم. بالنسبة لنا إحنا هذه القناة هي يعني بالنسبة لنا هي إرث لنا، إرث معطر بالعمل وبالكفاح أيضا بالعمل. ومؤخرا طلع الحقيقة الكثير من الأخبار الكاذبة والشائعات، آخرها ما تم نفيه من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وعن ما تم تداوله من أنباء تزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدمتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عام. أيضا نفت هيئة قناة السويس تلك الأنباء، مؤكدة ومشددة على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها المطلقة، سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقا للمادة 43 من الدستور المصري، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين فنيين وإداريين من الموظفين المصريين. أيضا أوضحت أنه يتم الإعلان بشكل رسمي عن أي تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها التي تهدف بالأساس لإعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب التي تهدف إلى التشكيك في أهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وسيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال مروجي تلك المنشورات والشائعات. معنا الآن الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، للحديث حول هذا الخبر وحول هذه الشائعات. مساء الخير على حضرتك يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. وإحنا نتكلم عن هذه الشائعات، الحقيقة ليست هي الشائعة الأولى أو الخبر الكذب الأول. تفسير حضرتك لمثل هذه الشائعات حاليا عن قناة السويس في هذا التوقيت تحديدا؟ هو الحقيقه مش بس في هذا التوقيت، هو قناة السويس مستهدفه بشكل كبير خلال السنوات اللي فاتت، لكن مؤخرا احنا شفنا الحقيقه يعني كثير من الشائعات، زي ما كان فكره الصندوق مطروحه ولسه في تشريع ويتناقش ولم يصدر، صارعوا بانهم يختلقوا شائعات، لكن المره دي شائعه شكلا مضحكه جدا الحقيقه، لكن هي الازمه عندهم انه ساذجه جدا في التزوير وفي التوقيعات وفي الشكل، يعني شكلا هي مضحكه جدا. والحقيقه حسنا فعلت قناه السويس والدوله ان هي تمشي مثل هذه الشائعات، لكن الحقيقه حتى في النقاش العام على هذه الوثائق المزيفه والاوهام والشائعات، الحقيقه في جمهور كبير يعني يستحق التحيه، كانوا شايفين بالمنطق وبالعقل وبالوعي انه هذه كلام مزيف. لكن ليه ميزه مثل هذه الشائعات بتؤكد اولا اهميه الدوله المصريه واهميه مصر، هي شغله ناس ودول واجهزه كثيره جدا بتتعب نفسها وبتنفق اموال ضخمه جدا عشان اختراع شائعات، وان قناه السويس برضه بتحتل مكانه مهمه عالميا واقليميا ودوليا في كثير جدا، بالرغم من ان مصر يعني اعلنت اكثر من مره، قناة السويس عملت مؤتمر يا موضوع الصندوق اللي هو لم يصدر، لكن هذه الوثائق الموهومة المزيفة الحقيقة بتؤكد انه في اتجاه عام او انه في تيارات وجهات اصبحت بترهق نفسها وبتتعب جدا لما الدولة المصرية بتحقق شيء او في شيء صح او في شيء موجود. تعبوا من ان هم يعملوا شائعات حوالين المشروعات حوالين اللي يحصل في مصر. يمكن الميزه ايضا انه ده بيوعي الناس قد ايه اللي بيحصل ده بينفق عليه اموال كثيره الشائعات وغيره. زي ما احنا قلنا في الشكل الوثائق والكلام الفارغ اللي هم مطلعينه مضحك جدا، وبينطلق الحقيقه من ناس اصبحوا مشهورين جدا بالكذب وما يسموه الهبد على السوشيال ميديا والهري، يعني الحقيقه انه الجمهور وفر كتير جدا وسخر منهم سخريه كامله. اي حد هيتابع التعليقات او الحاجات، ناس عاديه جدا بتابع بالمنطق وبالعقل انه مفيش مثل هذا الكلام، لكن خلينا نقول انه مهم قوي ان احنا برضو نرد للناس
اللي موجوده، وده احترام للراي العام المصري. بكل تاكيد على اهميه قناه السويس جدا سواء في تاريخ مصر او في غيرها، وده لا احد يستطيع ان يقترب منه او يجرؤ منه. ده بكل تاكيد. طيب استاذ اكرم، الامر الاخر هو كلام الدوله المصريه دائما على هذه الفكره، كل شيء معلن، ما عندناش حاجه بنخبيها. وبعدين اصل تعاقد، اصل مش عارف، الصندوق ده لمشروعات ولتنميه والتوسعات زي ما قالوا قبل كده في التوسعات. النهارده اصبحت التوسعات مهمه لما بقت اكتشفوا ان العائد بتتضاعف. فالفكره هم مش هيتوقفوا، لكن خلينا نقول ان هذه الشخصيات مجرد اطراف لجهات او اخرى ربما لها مطامع، لها اهداف، عاوزين حاجه من الدوله المصريه وشايفين انه مش هيقدروا ياخدوها، او شايفين انه في نمو وتنميه وارقام بتتضاعف وتكذيب لكلامهم السابق. فطبيعي انه يبقى في مثل هذه الحملات زي ما حصل بالظبط وقت افتتاح قناه السويس الجديده يا فندم، واللي اتقال ان هي غير مجديه، لكن احنا دلوقتي شايفين حتى بلغه الارقام قد ايه هي مفيده وقد ايه فادتنا. يمكن لو بصينا بلغه الارقام ليناير الشهر يعني اللي فات على طول، كانت ايرادات قناه السويس كانت الاعلى في تاريخها حوالي 802 مليون دولار. احنا بنتكلم عن ارقام كبيره جدا، هي يمكن الاعلى في تاريخ ايرادات قناه السويس. هل الشائعات دي يا فندم متعلقه بهذا الخبر على سبيل المثال؟ يعني متى يحدث انجاز او اي نجاح بيحصل في الدوله المصريه ايا كانت الهيئه اللي حصل فيها الانجاز ده، هل ده متعلق بالشائعات بشكل مباشر؟ يعني هو بعد التوسعة الحقيقة اللي حصلت والمشروع القناة الجديدة تضاعفت الإيرادات بالضعف، بالرغم من إن احنا مرينا بسنتين كورونا، أعتقد إنه حتى حركة التجارة العالمية كانت متراجعة ومع ذلك لم تتراجع بنفس النسبة من قناة السويس. الكلام حوالين بدائل موجودة أعتقد بيتضح كسبه وبيتضح إنه مجرد أوهام وصعوبة تحقيقه بأمر أو بآخر. فكرة الإيرادات كمان مش بس مرتبطة، لأنه فكرة الصندوق اللي كانت معلنة واللي التشريع بيتناقش ومطروح لحوار مجتمعي، احنا بنتكلم على تنمية ومشروعات إضافية وتموين سفن، مشروعات عالمية جدا، وأولا بتخلق فرص عمل وتدر عوائد وتضاعف من دخل القناة بالشكل العلمي وبالشكل الموجه. الأمر الثالث إن عندنا المنطقة الاقتصادية في قناة السويس منطقة استثمارية مهمة ومنطقة جذب، وأظن إنه أصبح فيه حتى بعد الأزمة العالمية وعودة الأموال الساخنة وغيره، أصبح فيه رغبة وتنافس بين المستثمرين. أي حد هيتابع هيكتشف إن التنافس بين مستثمرين للاستثمار في منطقة أولاً الوصول إليها هي في شريان عالمي وموقع متميز وغيره، فمش بس العائدات، لأنه العائدات تضاعفت، وحتى ما أنفق على هذه التوسعة أعتقد رجع في وقت أقل مما كان متوقع بشكل كبير. فالحقيقة وإنه ده اتعمل بأموال مصرية، وإحنا فاكرين كويس إزاي اتعمل وإزاي باستكتاب مصري وإزاي بشهادات مصرية وبأموال مصرية، وتشير إلى إنه المصريين لديهم درجة عالية جدا من الوعي واهتمام حقيقي بقناة السويس باعتبارها شريان يمثل جزء من تاريخهم وجغرافيا، ومصر موقعها بشكل عام وموقع قناة السويس والمنطقة الاقتصادية بيضاعف من أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. فكل هذه عناصر الحقيقة بتدي انطباع بالتأكيد في منافسات بين الدول، في منافسات بين أطراف الاستثمار في العالم أو غيره، لكن اللي واضح إنه بالرغم من هم طول الوقت لا ده ما فيش أهمية، ده ما فيش، ده مصر كذا، ده هتبيع، ده هتتنازل، ده غيره، كل ده لأنهم شايفين إنه الاستثمار أو الطريق الاقتصادي ماشي. والحقيقة إنه مش بس الناس يعني في ناس عاديين جدا كذبوا ده، لكن كمان بعض الناس ربما حتى بيسألوا أسئلة مش منطقية، والحقيقة شكلهم بقى مضحك جدا. بعض الناس اللي اعتبروا هذا الكلام الفارغ وثيقة أو تسريب أو غيره، هم بيضحكوا الناس على بعضهم وعلى نفسهم وبيثبتوا طول الوقت انه هذه الشائعات يعني مصيرها دائما الفشل، وكل ما بيكذبوا اكتر بينفضحوا ويصابوا الحقيقه بحالات نفسيه وحالات مرضيه بتديهم نوع من الهستيريا في هجوم واختراع الشائعات، حتى لو كان وراهم مؤسسات بتحاول تعمل ده بشكل يعني، بس بيظهر انه يخلو من الاحترافيه وساذج جدا ومتهافت. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع.